تحياتي وشكرا على شبكة القرقرات اللي عطتنا هذه الفرصة هذه باش اننا نعبروا على الرأي ديالنا، وتنشكروها يعني الشكر الجزيل في هذه المسألة هذه، يعني لأنها يعني شبكة حرة، ويب سايت، يعني واحد الموقع حر تهتم يعني بالأحرار كما سأقول هنا، يعني ولنا الكلمة فيما يخص يعني التجسس على المواطنين من طرف يعني النظام المخزني الحقير بطبيعة يعني الحال. كانت هناك يعني جدت بزاف ديال الجدال من وراء يعني الاختراقات والتجسسات على سواء لا المناضلين ولا لا الصحفيين ولا النشطاء داخل الموقف. يعني انا بالنسبه لي انا تنظن بان واعتقد بان النظام المخزني يتجسس على المواطنين المغاربه جميعا، يعني بدون كما تنقولوا ما كاينش واحد التراتبيه في هذا الشيء هذا، يعني هما المخزن يتجسس على المواطنين ديال المواطنين المغاربه. انا تنتحمل المسؤوليه ديال هاد الهضره هادي، لان حتى فيما جاء يعني اش نقول لكم بما جاء في تقرير يعني منظمه العفو الدوليه، وخلوني نجبد لكم يعني التقرير ديال منظمه العفو الدوليه ونقراوه جميعا ونشوفوا واش فعلا تتقول شي حاجة خارج يعني المعقول، فهمتي؟ دابا حاليا تنهضرو على واحد الصحفي، هو صحفي انفستيغيتيف جورناليست في موروكو، اوكي، يعني صحفي استحقاقي في المغرب كما تنقولو، ولكن هذا الصحفي هذا اش نقول لكم تم اختراقه وتم التجسس على البيانات الشخصية ديالو من خلال الهاتف ديالو، اوكي، حتى البيانات اللي خرجات بها يعني اش يسميوها المنظومة الأمنية ديال المغرب، يعني البيانات كاملة خرجت بواحد الوثيقة اللي تتهضر على المسألة ديال ان هناك يعني ثغرات في النظام ديال الاي او اس، يعني في النظام ديال الابلز، اوكي، ابلز سيستم، المهم الابديت ديالو ولا ميزاجور ديالو. ولكن هاد البيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني نقد نحضرك اخويا نقول لك اوكي راه كاين يعني واحد الثغرات في البيانات ديال الاي او اس يعني الجديد وكذا وهذه، في نفس الوقت يمكن لي نخترقك. دابا تصوروا معايا، لان عرفتي شنو، المغرب كدولة مخزنية حقيرة تترفض هذيك المسألة ديال انها تجسست على مواطنين، ماشي على مواطنين، تجسس على صحفيين ونشطاء. ولكن دابا نقولوا الى هضرنا يعني على المسألة بواحد الشكل عام، تنشوفوا بان واحد الهاكرز ولا واحد تيقرص من الفلبين ولا من الشينوا غادي يختار المغرب كوجهته الرئيسية. علاش ما اختارش اخنوش؟ لانه ملياردير ربما يقدر يستافد منه بزاف، ولا ما اختارش يعني لي ملياردير يعني الناس اللي عندهم الفلوس في المغرب ما اختارهمش، لان ربما غالبيه الناس اللي تكونوا مليونيرات في ديك البلاد تكون عندهم ربما كارت كيشي، كارت فيزا، كارت ديال ماستر، يعني يقدوا انهم يخترقوهم ويربحوا منهم فلوس. ولكن فاش نهضروا على صحفي، يعني فاش نهضروا في واحد لوكا اللي هو غير الصحفيين الذين تم يعني اختراقهم، يعني فهاد لوكا كامل ما خرجش لنا شي مواطن تيقول بانه تم اختراقه. ما يمكنش واحد الهاكر يجي يخترق مواطن عادي كوكا عندنا واحد كما تنقولوا واحد الرقم كبير ديال
ديال القرصنه، وقرصنه يعني الصحفي، قرصنه ليس فقط الصحفي ولكن قرصنه يعني المواطنين العاديين عندها. ربما يمكننا ان نتحدث على مساله ديال ربما هناك اختراق يعني عشوائي، ولكن فاش نهضروا على ان هذا الاختراق اصاب يعني جل يعني المفكرين والنشطاء ديال حقوق الانسان والصحفيين، فهنا نتحدث على الدوله والشركه الاسرائيليه الحقيره اللي هي ان اس او. هذه الشركه هذه حقيره جدا ويجب متابعتها. وانا يعني تنقول للمغاربه باش انهم يقاطعوا لا اسرائيل دوله اسرائيل كدوله، ويقاطعوا يعني هذه الشركه هذه، لانهم خصهم يحترموا اش نقول لك، خصهم يتحاكموا دوليا اول حاجه في المساله هذه، تخص خصوصيه البشر، لانك انت في حياتك ربما هاد البيغاسوس هاد البرامج هادي تدخل تتاكتيفي يعني الكاميرا ديالك والميكروفون ديالك، وتتولي تجسس على الكلام اللي تتقول والتحركات ديالك، ويتم استغلالها سياسيا. فهنا يعني شنو اسرائيل دولة حقيرة، فهمتي؟ اسرائيل دولة حقيرة يعني لا يمكن اعتبارها يعني من هنا. انا تنقولها يعني اسرائيل ولا الحكومة ديالها ولا هذيك بنيامين نتنياهو اللي ما قدش على التواركة جاي انه تجسس على الناس اللي قاد عليهم، فهمتي، من العالم الثالث ومتواطئ مع دول يعني ديكتاتورية. انا هو مستقبل اسرائيل ما عندهم لا مستقبل لا والو. المهم انا تنقول بان ما يمكنش الواحد تيدير الهاكرز. انا اختصاصي في مجال يعني المعلوماتي، فهمتي، عندي دبلومات في المسألة هذه واختصاصي. اش نقول لكم، يعني ما يمكنش واحد تيقرصن يدخل يعني يدخل يقرصن واحد من العالم الثالث، امبوسيبل، ولو انها تكون هناك الف ثغرات. اذا كان غادي يدخل انه يخترق، غادي يخترق يعني الناس اللي كاينه في اوروبا ولا في امريكا ولا في شي حاجه اللي غد ربما تعيد ليه بالربح. اما فاش نهضروا على المغرب، فالمغرب يعني المخزن هو اللي قام يعني بالتجسس على الصحفيين، وهادشي هذا باين. وانا نتمنى بان يعني منظمه العفو الدوليه باش انها ما تراجعش على هذا القرار ديالها، باش انها تهم المغرب الدوله الاحتلاليه الصحراء الغربيه والدوله المخزنيه الحقيره التي يعني محتله الشعب المغربي ومحتله الشعب الامازيغي وتتفرض عليه يعني الوجود ديالها وكذا. هاد الدولة هذه خصها يعني تنتهي، فهمتي، لانها تتلعب واحد اللعبة خطيرة رغم انها مسينية على احترام حقوق الانسان وكذا وكذا، ولكن ما تحترموش، فهمتي. كاين ناس اللي كتبوا لي تحيه للمخابرات المغربيه وتحيه لاسرائيل سحر فلسطين. اسيدي عرفتي شنو، حنا عرفتي شنو، ما بغيت نحرر لا فلسطين لا والو. انت راه ما عند الحمار تعبوك يعني حتى سبيطار، يعني جل المغاربه يموتون ربما بلسعة عقرب، ما عندهم حتى سبيطار، فهمتيني، فاش نهضروا على المغاربه ما عندهم حتى سبيطار. هذا النظام هذا المخزاني اللي تيقولوا تيقولك عاش الملك وكذا، ما عندهم حتى سبيطار فين الدواء. تصور معايا، غالبيه المغاربه تيموتوا يعني بسبب خطا طبي، وتيجي تيقولك عاش الملك، فهمتي، ما عندهم لا حقوق لا والو. دوله تتعيش غالبيه المواطنين المغاربه يعيشون في العبوديه، فهمتي، ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع، هذا هو موضوع اخر. انا ساركز على الموضوع ديال التجسس على المناضلين، ومن بعد سادخل في هذا الموضوع ديال ما يسمى بالتجسس على النشطاء السياسيين وكذا. بالنسبه هات الاجهزه الامنيه اللي تخدم يعني اللي تجسس على الناس في المغرب وكذا، هي تخدم يعني تحت يعني اش نقول لك الامر ديال محمد السادس. انا ما تنقولش لي محمد السادس، نقول لي محمد السادس، فهمتيني، ديكتاتوري قمعي حيوان، فهمتيني.
هذا الانسان هذا هذا الحيوان هذا ولا انسان اعتبره كيف ما بغيتو انا ما عرفتش. المهم هذا الشخص هذا هو اللي تعطي لي زوردر باش ان هاد الاجهزه هذه تجسس على المعارضين السياسيين وان تجيب لي يعني معلومات عليهم وانه يشوف يعني الاستراتيجيه اللي غادي يتخذها ضدهم فهمتيني. وتتعاون يعني اجهزه فرنسيه وتتعاون اجهزه اسبانيه في المساله هذه وحتى اجهزه يعني اخرى من دول اخرى فهمتيني. ولكن خصنا حنا هذه المعركه هذه تتسمى معركه حقوقيه خصنا ندوزو يعني للمحامين ديالنا ندوزو للقضاء اننا نحتقروا هذه الانظمه الامنيه دي اننا نفضحوها بمعنى اخر واننا ما نعطيوش يعني واحد الفرصه باش انها تنتهك الخصوصيه ديالنا والحقوق ديالنا كاشخاص فهمتيني. غير باش نرجع للموضوع اكثر واكثر ان من اللي تيخترق يعني النشطاء في المغرب هو الدوله المخزنيه. تصوروا معايا تتشد اموال الشعب المغربي ديال دافع اموال الضرائب تدوزها تعطي شي حاجه للملك باش يمشي يتفتح مع راسو ويدوز يعني لي فاكونس ديالو سي سا. وبعضا منها تشتري به يعني وتتقتني به يعني بعض الاجهزه اللي فهمتي تستعملها ما تيقولوش يعني للدفاع الوطن ولكن للتجسس على النشطاء السياسيين اللي تعارضوا محمد السادس. هادشي اللي كاين. اي شخص يعارض محمد السادس فحقوقيته يعني يتم اختراقه ويتم التجسس عليه. الدولة يعني المخزنية يعني هي دولة اش نقول لكم دولة حساسة مثلها مثل محمد السادس يعني كما قال يعني سكرش يعني هي دولة حساسة فهمتيني. دولة حساسة اي راه نقول لكم يعني اختيار انا تنقول بان واحد من ابطال الشعب الصحراوي يرفع يعني العلم ديال الجمهوريه الصحراويه الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه يرفع العلم ديالها فيتم يعني اعتقاله في العيون وكذا فهمتيني. وابار كذا يعني يتم يعني تجسس على كثير من النشطاء لا الصحراويين ولا المغاربه بجوج. لذلك خصنا نفضحوا هاد الممارسات هادي. وحتى اش نقول لك البيانات ديال الامن الوطني المعلوماتي وكذا لا تسمن ولا تغني من جوع لان لا شيء تبقى لا شيء لان بيانات اصلا خرجت بها الشركه ديال الاي او اس خرجت فيها الشركه ديال ابل. علاش غنجي نحتاجك انت تقول لي انت ما قديتيش يا الحمار ديال النظام المخزني ما قديتيش انك دفعت الدفعه الثالثه للشعب المغربي ابار يعني 18 يوم عاد تقول لهم بانني ابار يعني 18 يوم غادي نعاود نخرج يعني الدفعه. واش الناس يبقاو صايمين ولا كيفاش يعني. هذا تنهضروا على نظام لا يحترم مواطنيه كيف كيف سيحترموا يعني الخصوصيه ديالهم غير باش يكونوا واضحين. انا تنهضروا على الصحافي كبير فهمتيني تنهضروا على اكتشف ابو بكر الجمعي الصحفي المغربي واستاذ العلاقات الدوليه بمعهد الجامعي الامريكي بمينين اكس اون بروفانس الفرنسيه في اكتوبر تشرين الاول 1919 تعرض هاتفه المحلول محمول الاختراق عبر برنامج فهمتي. هذه الشركه تسميها يعني اش نقول لك سيزن لاب اتصلت بي وقالت لي بان الهاتف ديالك اخويا راه تعرض يعني للاختراق من طرف ببرنامج بيغاسوس. وانا تنوجه الكلمه هذه للاصدقاء ديالي والاخوان ديالي من الحركه الامازيغيه باش انهم ينهوا العلاقه ديالهم مع اسرائيل حتى ينتهي هذا البرنامج هذه وينتهي التخربيق هذا. لان عرفتي شنو اسرائيل نفسها التي يعني تشتغلون مع في علاقه وكذا وكذا في بناء يعني وطن وهمي اش نقول لكم هي تشتغل لتجسس على مواطن الامازيغ فهمتي. ونشطاء امازيغ الشركات ديالها يعني خصكم تقاطعوها مقاطعه. انا تندعو الناس الامازيغ اللي تسمعوني دابا حاليا باش انهم يقاطعوا يعني العلاقات ديالهم
مع دولة ما يسمى بالمهم الإسرائيلي. المهم تيقول لك اخويا استاذ الجامعي بان انه تعرض لاختراق من طرف يعني الشركه الاسرائيليه اللي تسمى ان اس او المتخصصه في البرمجيات، وهادشي هذا عرفوه بعد يعني اشعار من مختبر سيتيزن لاب للامن الرقمي بجامعه تورونتو في كندا. جاء بعد تحقيق مشترك ما بين المختبر وشركة الواتساب. فهمتي هذه هي شنو نقول المخزن الملك ديالكم اللي تقولوا امن المؤمنين اخوتي، يعني شنو نقول لكم مغاربه فهمتي، امن المؤمنين اللي تتنعتوا بامن المؤمنين فهو يعني يشتري باموالكم يعني منتوجات اسرائيليه للتجسس على الاحرار الذين يفضحون الفاس. واش نهضروا على ابو بكر الجامعي، راه تنهضر على استاذ قامه، على صحفي حر، تنهضر على انسان يعني حارب الاستبداد بكل اشكاله انطلاقا يعني من التاريخ ديالو الصحفي وكذا. وبلا ما نزيدو انا تنقول لكم يعني هنايا شنو نقول لكم، ما بقاش يعني مساله ديال اننا نتحدثوا على، راه تنقول لكم راه دابا حاليا في هذا اللايف هذا انا متاكد بانهم في محمد السادس ما عنده ما يدار فهمتيني، طارق الكلاب ديالو كما يسمى يعني الدور الالكتروني جاي. هاد الدول الالكتروني تيسجل تبليغات لا اساس لها من كل شيء. انا تنطلب من المغاربه باش انهم يخرجوا من هذاك الوهم ديال ان البوليزاريو هو العدو ولا الصحراء والشعب الصحراوي هو العدو. ليس هناك يعني عدو اكثر للمغاربه حاليا من الملك والمخزن، بجوج اعداء الشعب المغربي. هذا الكلام لا يعني اش نقول لك، انا ما تنتوقعش بان العياش يفهموا هاد الرساله السياسيه، ما يفهموهاش، ولكن تنتمنى من الاحرار ديال المغرب انهم يدعموا الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي كذلك سيدعمهم فهمتي لاسقاط هذا النظام هذا المخزني الاحتلال. لانكم انتم كمغاربه محتلين من طرف نظام مخزني ديال فرنسا فهمتي، فرنسا تشكل الثروات ديالكم عن طريق الملك اللي هو النائب العام ديال، ولا انه يعني المقيم العام الفرنسي فهمتيني، حاليا يجب يعني اجلاء هاد الخوان فهمتيني. لان القضيه ديالكم انا انا مغربي عندي والديه مغاربه، اي باش تكونوا فاهمين، ولكن راه نقول لكم من هنا انا تندعم البوليزاريو وتندعم الدوله الجمهوريه العربيه الصحراويه لانهم حقهم هذوك، لانهم ناضلوا من اجلها فهمتيني. وما عمرك تلقى يعني البوليزاريو، اي باش تكونوا فاهمين، ما عمر البوليزاريو ولا الصحراوي باعوا بناتهم للخليج ولا السعوديه. تتلقى بان غير فقط المغاربه اللحوم ديال البنات ديالهم تتباعوا يعني للخليج وتتباعوا لكل شيء، حتى الزهرات والاطفال ديال المغاربه يغتصبون فيتم يعني شنو من طرف الملك الديكتاتوري محمد السادس. اش نقول لكم، يتم يعني اعفاء فهمتيني، يتم اعفاء الناس. واحد اغتصب اطفال، واحد اغتصب 11 طفل، تم اعفاؤه، تم يعني العفو عنه. واش وقتاش نقولوا هادشي؟ عمرك سمعتي البوليزاريو عفى لشي واحد مغتصب الاطفال؟ واش عمرك سمعتي البوليزاريو اسيدي فهمتيني باع اللحوم ديال الصحراويات الخليج؟ لا يمكن، لان انهم كرامه صحراوه. صحراوه انه مثال الشعب المغربي للتحرر، انتهى الكلام فهمتني. صحراوه الشعب الصحراوي الذي يعني عرفتي شنو، ماشي مساله ديال هذه، الشعب الصحراوي الذي تكالبت عليه الامم بمعنى الكلمه، تكالبت عليه الامم. الشعب الصحراوي تكالبت عليه الامم، كثير من الدول تكالبت على الشعب الصحراوي ولكن ظل صامدا. ف
فهمتي، من حقه ان يتعامل مع الجزائر ومع اسبانيا وكذا، فهمتي؟ لا شيء، انتم تتعامل ملك ديالكم تتعامل مع اسرائيل، وعرفتي شنو المعامله التجاريه ما بين الملك ديالكم الحساس محمد السادس واسرائيل وصلت ل 500 مليون دولار. اجي قول لي انت شنو الملك ديالكم شرى طائره لولده هذاك الحسن قليليشه، المهم شرى ليه طياره ب 167 مليون ديال الدولار من اسرائيل، وقدامكم ولا تتكلم، ولكن فهمتيني تحقدون على الشعب الصحراوي الذي يعني يناضل من اجل يعني حريته، يعني يناضل من اجل الحريه والعداله، لان الشعب الصحراوي تعرض. انا كمغربي وكامازيغي اقولها واكررها، بان الشعب الصحراوي تعرض لخيانه عظمى، حقوقه هضمت من طرف نظام الخزنة، ولا حق لمغربي يعيش في العبودية فهمتي أن يدعم هذا الحيوان ما يسمى بالمخزني لتطي هذا الشعب الصحراوي، فهمتي؟ تجسوا عليكم تعرفوا اش تديروا، تدخلوا الكابينات كل شيء، الملك شرى جميع يعني المسائل باش أنه يتجسس على الشعب المغربي، انتهى الكلام. النشطاء ديالكم من يحاربون الفساد وكذا، عرفتي شنو تجس عليهم مخابرات، تخرج يعني يعني دي فيديوهات يقول تبينوا لك فواحد الوضعيه يعني حرجه، ولانه تمارس يعني الجنس ولا كذا، وتتقولوا نتوما راه هذيك انسان، بينما يعني ملككم يعني اش نقول لك، راه قالوا قال سكيرج سكيرج اللي عندهم يعني دي جينيرو في الجيش وكذا، قال لكم بانه امين المؤمنين ينام على بطنه، فهمتي؟ هادي راه تلخص كل شيء، فهمتي؟ هذه الجملة هذه تلخص يعني من يحكمكم، تتهربون من الحقيقة، فهمتي؟ وتلومون وتلومون يعني الشعب الشعب الصحراوي والجزائر والبوليزاريو وكذا، وكأن البوليزاريو هو من يحكم في المغرب، هو من يبدر المال العام ديال المغاربة، وكأن البوليزاريو هو يعني من يسرق يعني المال العام ديال المغاربة. لا، البوليزاريو لا علاقة له بكم، عرفتي شنو هاد الفكرة هادي، هي باش نكونوا فاهمين، لأن سواء يعني دابا حاليا تتعيشوا في هاديك المسألة وهاديك الوهم ديال اش يسميوه ديال الصحراء المغربية، تتقولوا كذا، وراه ما كاينش اللي تعتار بالصحراء المغربية ديالكم، راه من غير دوزيم والعياشة، فهمتي؟ هي باش تكونوا فاهمين، فهمتي؟ وما ربحتوا والو من الصحراء، اموال الصحراء، فهمتي؟ الثروه ديال الصحراء تمشي لفرنسا، تمشي للمغاربه، تمشي لسميتو الاسره الملكيه، فهمتي؟ الحاشيه ديالها كله تياخذ حقه، وانتوما شنو تتوقفوا تمايا يعني نهار كامل باش تسناو قفه يعطي لكم واحد الحيوان سميتو محمد السادس والقوات ديالو من القوات، فهمتي؟ هذه هي هذه هي الحقيقه لي ما بغيتوش انكم تعترفوا بها، فهمتيني؟ المخزن النظام الملكي والنظام المخزن نظام احتلالي في المغرب، سواء يعني خصنا نديرو يدينا في يد يعني البوليزاريو والشعب الصحراوي باش اننا نحررو بلادنا، وانا تنقول هادشي هذا بكل صدق، فهمتي؟ فهمتي تنقولو بكل صدق، لان لا حريه لنا جميعا، لان ثروه ديال الشعب الصحراوي تنهب وثروه ديال الشعب المغربي تنهب. قول لي انت دابا البوليزاريو اللي تيهضروا عليه هاد المغاربه كاملين، ما عمر باع بناتو للخليج، اول حاجه البوليزاريو ما يبيعش بناتو للخليج، ولا الشعب الصحراوي يبيع بناتو للخليج، امبوسيبل، لان عندهم كرامه في النيف واصله لهم، ماشي سميتو انتوما جا محمد السادس باعكم، عرفتي شنو باعكم يعني طريات الخليج، تنحقوا فيكم وتغتصبوكم ولا من يتحدث، فهمتي؟ وهذه حقيقة يجب ان تتقبلوها، وكل المغاربة يعترفون بذلك. ثاني حاجة نقول لكم، ثاني حاجة الخوت، بان البوليزاريو ولا الشعب الصحراوي ما عمر اخويا
شفر يعني الثروه ديال البلاد. ما عمر دخل حتى الكازا ولو بامكانه ربما، لولا يعني تكالب الامم حتى الله يعني حتى الدار البيضاء، لان عنده هذاك الشيء في القلب، لان الصحراوي عنده ايمان في القلب، ماشي عنده ماشي لي دوكراسيون، ماشي على السلاح، ولكن هذاك الشيء عنده في القلب. ليست هناك امه ولا دوله في العالم تركي الشعب الصحراوي، ما كايناش. لقد حاولوا حاليا 40 عام هما مضطهدين ولا زالوا يعني واقفين على رجلين، يعني لا يركعون للظلام. هذا هو الشعب الصحراوي، هذا الشعب الصحراوي مثال الشعب الحر اللي غادي يحرركم من العبودية. فهمتي؟ انت تعيش في العبودية وتجي تضحك على الشعب الصحراوي؟ لا، راه احسن له انه يعيش في خيمة بكرامته، فهمتيني، خيرا له. يعني تخير هو تعيش مخير في حياته انه يعيش في خيمة ولا يعيش كعبد في نظام الركوع والسجود. لا، صحراء ولا يتقبل منها. وبالنسبة للمغاربة اللي باغيين يجروا يعني الشعب الصحراوي للنظام انهم يركعوا النظام المخزني، فانهم يعني اخرار، عرفتي شنو، حيوانات عبيد بمعنى الكلمة، عبيد مرتزقة يعني مرايقية، يريدون المرقى، يريدون ما يأكلون ولو على حساب يعني كرامة الشعب الصحراوي. فهمتي؟ هذه هي النفاق ديال دينكم الكلب، يعني هذا هو النفاق ديالكم. فهمتي؟ باش نكونوا واضحين. واش نتوما انانية صاحبي؟ الشعب تعيش الحرية اللي هو الشعب الصحراوي الذي يفتخر به كل العالم، يعني فيما شتي شي حكومة حرة في العالم، من البرازيل وانت نازل، من امريكا اللاتينية وانت نازل اوروبا، اغلب الاحزاب الحرة في اوروبا الشمالية، فين تنسكن، من فنلندا وانت كذا، يعتبرون بان الشعب الصحراوي شعب حرا يحترمونه. هناك فرق ما بين يعني انسان يعني ينتمي مواطن ديال الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، وهناك فرق ما بين يعني مخربي ديالكم. فهمتي؟ لا قيمة له. القيمة ديال الانسان الصحراوي اكثر قيمة يعني دوليا اكثر من المخربي ديالكم. هذه تقبلوها باش نقول لكم، باش نكونوا واضحين. القيمة ديال المواطن ديال البوليزاري، فهمتي، لأن البوليزاري هي واحد نظام حربي، فهمتي، دوليا سلميا حربي، تجي عسكريا حربي، تجي يعني استخباراتيا حربي، فهمتي، فهمتي فاش نهضر على البوليزاري، لم يتنازل على قضية الشعب المغربي، على الشعب، قضية الشعب الصحراوي. فهمتيني؟ أنا شنو نقول لكم؟ باش نكونوا واضحين، لأن بعض الناس يكثرون ربما من السخرية وكذا، ولا ما ينساوش راه غالبية الناس، غالبية الجنود اللي شنو نقولوا يعني شنو نقول لكم، تم يعني أسرهم من طرف البوليزاريو، كانوا يعيشون يعني حياة أفضل، فبعد إطلاق سراحهم رجعوا الرباط وأصبحوا يأكلون في العصا والزروطة أمام البرلمان. هذه كرامة ناس ضحوا 30 عام في سبيل النظام المخزني، لأن النظام المخزني لا علاقة له بحماية التراب الوطني ولا أي شيء. راه من غدا راه نقول لكم تقوم، فهمتيني، تاخذ الدولة الصحراوية بمؤسساتها الديمقراطية، لأن خصكم تعرفوا يعني الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية المؤسسة ديالها يعني أكثر ديمقراطية من المغرب، ربما أكثر مؤسسة ديمقراطية، حتى من الرئيس ديالهم حاليا تم انتخابه. ما تيركعوا لا الجزائر، ما تيركعوا لا شي واحد، يتابعون يعني فهمتيني معركتهم النضالية دولية. فهمتيني؟ ما كاينش شي كلب ولا شي حمار يجي يفرض على الشعب الصحراوي، امبوسيبل، لان الشعب الصحراوي ليس شعبا فهمتيني يركع لاحد،
كيف ما كان نوعه، فهمتي؟ لو كانت بهذه السهوله لا تم يعني عرفتي شنو هو، اش نقول لك، غسل الدماغ ديالو وتركيعه شحال هادي، ولكن 40 عام هو واقف على رجليه. اختار المخيمات العزة والكرامة، انا اقولها مخيمات ديال تشندو هي مخيمات للشعب، لناس يختاروا العزة والكرامة على الدل، فهمتي؟ وانا كمغربي كامازيغي لو كنت ساحارب يوما، ساحارب ساقف يعني جانبا 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 الى جنب مع الشعب الصحراوي الحر، ما ديال البوليزار، لانهم ناس يستحقون كل الاحترام، فهمتي؟ الجزائر تدعم يعني الشعب الصحراوي لانه شعب مظلوم تكالبت عليه الامه، ماشي نتوما هي الحمير. يعني هناك بعض الناس الذين يسخرون من الشعب الصحراوي، يسخر من نفسي كيقول قازم، لانك يعني غالبيه الناس الذين تنتخبهم يا ايها الحيوان يتم يعني يتم تركيعهم، يتم تكويزهم، ترى يعني وزيرا يكوز وكانه يعني في مباراه ديال التكواز يعني امام الملك، يركع ويدفع يعني باستراكات وكانه واقف امام اله يعني امام الحشر يوم الحشر، ما عرفناش كيفاش يكون يوم الحشر، وكانه يعني تعيش قدام الله ديالو. يعني غالبا نتوما تتركعوا للملك، نتوما عبيد ديال الملك، الصحراء ولا الصحراء هو شعب حر، فهمتيني؟ ما كانش اللي يجي يفرض عليهم شي حاجه اخرى، ولو يجتمع العالم كله على الصحراء على الشعب الصحراوي، الشعب الصحراوي سينتصر. انا تنقول لك الناس اللي تيقولوا ماشي صحراوي، انا سيدي صحراوي يعني جدودي صنهاجه، فهمتي؟ صنهاجه صحراوه، فهمتي؟ يعني جدودي انايا صحراوه قديما وقدما كانوا صحراوه، فهمتيني؟ واذا كنت ادافع على الشعب الصحراوي لا ادافع عليه لانه مظلوم، فهمتي؟ حنا ماشي عبيد، حنا ماشي عبيد، حنا لا نرتكن الى اصحاب من لديه القوه، نرتكن له كالعبيد، نرتكن يعني الى يعني المظلومين والضعفاء، حنا معه، لان عرفتي شنو، هذا موقف منسجم مع المبادئ 100%، ولا عرفتي ما في حتى شي نفاق، فهمتي؟ وسنظل كمغاربه وكامازيغ، انا تنقول الامازيغ راه ما تلقاو احسن، راه ما تلقاو من احسن من الشعب الصحراوي يدعموه، لأن يعني الشعب الصحراوي هو المثال الحي للمقاومة لما تفرف، فهمتيني؟ هو تيمثلها دابا حاليا في الصحراء، عندنا في الصحراء الغربية شعب حر يناضل من أجل استقلاله، آخر يعني بقعة أرضية محتلة من طرف المخزن، فهمتيني؟ لولا فرنسا لدخل عليكم الصحراء وحتى مراكش وكازابلانكا. خصكم تعرفوا البوليزاريو كما كانت فرنسا واسرائيل وامريكا، والله تيدخلوا عليكم حتى لكازابلانكا، عرفتي؟ يحركم من العبوديه، ماشي ينتهكوا الحقوق ديالكم، ماشي دخلوا بداو يقتلوا في عباد الله، ولكن دخلوا يحركم من العبوديه ديالكم، لان ما عمر تلقى شي صحراوي، فهمتي؟ ما عمرك تلقى شي صحراوي، فهمتي؟ تيمارس الظلم، قول لي من غير هذوك المرايقيه ديال المخزن الذين باعوا يعني قضية الشعب الصحراوي بدراهم، هادو هما اللي بيعوك، أما الشعب الصحراوي فيظل يعني فوق رؤوسنا، تصور معايا. ما عشتيش، قالك واحد دابا أنت شي يقولك، واحد تيجي من كازا تيهضر لي على الصحراء وتيقولك الصحراء مغربية، دابا أنت من كازا ناس مع راسك ياك، سي سي تادير تي يعني دوغمير و اوكي مرتاح ريلاكس، فهمتي؟ تجي تقول لي الصحراء مغربيه، اسهل نحطو باباك في الصحراء يومين، واش تقد تعيش بحال صحراوة؟ واش قد تكون بعدا بحال مرا صحراويه اللي تمشي تتقدى ساعتين المكانه وهي واقفه في 60 درجه تقد عليها انت يا ولد الكازا؟ واش تقد عليها اللي تقول لي الصحراء مغربيه؟
واش تقدا ليها فهمتي. من الانانيه انك تحارب الشعب الصحراوي الحر، لان الشعب الصحراوي شنو اختار الحريه على العبوديه، اختار ارضه، ما هو ماشي مغربي يا سيدي. وتيقول لك الشعب الصحراء الغربيه بانه عرفتي شنو، ماشي مغربي، ماشي مغربي، وهو اللي حرر، هو اللي حرر العيون من الاسبان. قول لي انت واش العلويين حرروا العيون من الاسبان؟ راه العيون وجل المناطق يعني الصحراويه حرر يعني البوليزاريو، جاب هذا البوليزاريو فهمتي، ذا فروند اوف بوليزاريو. واه صاحبي شنو شنو حررتو نتوما؟ جا الحسن الثاني بغى يفرض الواقع ديالو على الشعب الصحراوي فهمتي، وفرض يعني عرفتي شنو بانه بياع وشري هذاك الحسن الثاني ديالكم فهمتيني. باع عرفتي شنو، باع سبتهم ليليا باش انه يكون عنده حليف استراتيجي لمواجهة الشعب الصحراوي الحر الذي رفض العبودية فهمتيني، في اتفاقية المشؤومة ديال مدريد سنة 1974. وانا اتحدى هاد الناس اللي تيهضروا ليا في السياسة، هضروا ليا على الاتفاقية المشؤومة ديال سنة 1974، لان باش تفهموا راه ماشي تجي تغني لي هنا يعني الصحراء مغربية وكذا، راه ما مغربية حتى شي لعبة، راه من حرر الصحراء هم الصحراء والشعب الصحراوي، لا علاقة له لا بالمغاربة ولا بأي شيء، شعب خصوصي ما عندوش العبودية في الدم. إلا جينا نقولوا أوكي الشعب الصحراوي دابا مثلا نهضروا عليه، المهم الشعب الصحراوي شنو نقول لكم، شحال ديال الناس من الصحراء اللي تيرقعوا للملك؟ راه قلال فهمتي. إذا جينا مقارنة مع الناس الآخرين اللي تيشريهم من بيع وشري من يعني من أكادير ورزازات وتهابس، راه بزاف ديال العبيد ولكن الصحراء ما فيهاش العبيد بزاف. واحد تيقول لي أنت كذا وكذا، شنو تتحصل الهضرة خويا؟ نقول لك واحد المسألة وغادي خذها مني، بأن كما تنعرفوا حنا الحساس الذي ينام على بطنه قالها يعني السكيرش فهمتي، الملك ما خرجش يدافع على راسو، اذا نتوما ثابته على الملك ديالكم كله يقول، حتى الاستاذ ديالو في لا بلجيك قال بان الملك ديالكم تينعس على كرشو، ما عرفناش فهمتي. باش انت تجي تقول لي هذه المساله هذه انا نو فهمتي، انا عندي لا فامي ديالي تنهضر معك بطريقه علميه، تنهضر معك بطريقه فيها يعني عرفتي شنو هي، فيها يعني منطق. الا كنتي عندك شي اثبات لهاد الهضرة اللي تنقول انك تنقدها او انك تنتقدها فمرحبا باسلوب محترم فهمتي، ما تدخلش في هاد العبثيه هادي ديال انك تنعت الناس فهمتي والخصوصيه ديالهم وكذا. لذلك انا تشوف انا في الشبكه الصحراويه ديال القرقرات عرفتي شنو، شبكه حره ونزيهه وحره بمعنى الكلمه، لا تخاف هذا الصحة هذه، لا تخاف في قول كلمة الحق، تدافع على كل الشرفاء فهمتي، بل تنعت الشعب المغربي بالإخوة المغاربة، رغم أن هذه الممارسات التي يشنها يعني الاحتلال المغربي المخزاني الهلكي على الشعب الصحراوي لا زال يعني الشعب الصحراوي أكثر إنسانية، وينعت الشعب المغربي بالإخوة المغاربة. ما عمرك تسمع ما في هذه الصفحة هذه ولا في صفحات يعني صحراوية أخرى ينعتون يعني الشعب المغربي بشيء آخر، إن كانوا يعني ينعتون الشيخ الدكتاتوري وكذا فهم ينعتون يعني حكامكم بينما يحترمونكم. هذا يعني عرفتي شنو باصيص باش تعرفوا بأن عرفتي شنو هذا الشعب الصحراوي يستحق الثقة ويستحق الاحترام ويستحق الدعم، بل ويستحق أرواحنا جميعا فهمتي، اننا نامنوا بالقضيه ديالو. لان عرفتي شنو اش نقول لكم، نهار الصحراء الغربيه ودوله الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه ستاخذ يعني استقلالها، يعني رغم هذا التخربيق هذا اللي تيقولوا ستاخذ استقلالها فهمتيني، وانتم في المغرب يعني في الحدود ديالكم فاش تجيو ستعيشون ذل العبوديه الى يوم عرفتي شنو، ما كاينش الرقم اللي غادي نقول لكم، اذا لم يعني
ما وقفتوش علي على رجليكم وتهضروا على الحقوق ديالكم. الشعب الصحراوي يتم يعني تشويهه بسبب يعني جرأته في فهمتي شنو في مواجهة يعني الاستعماريين أبناء الاستعمار فهمتيني. الجزائر خوتنا الجزائر الذين يدعمون الشعب الصحراوي في نضالاته يدعمونه لأنه شعب مظلوم أول حاجة. راه خوتنا النظام الجزائري خوتنا الجزائر هما خوتنا يجب يعني احترامهم هذا هو المشكل فهمتي. ما كاين لاش اننا ندخلوا في واحد فهمتي واحد الصراع ما كاين لاش لان هذا الشعب الصحراوي شعب يعني ابي شعب يستحق الثقه ديالنا وتشي هذا بالتجربه تنقولها للمغاربه تنقول لكم بان راه عرفتي شنو ما ربحت والو من هادشي الثروات ديال بلادكم قبل ما انكم تهضروا على الصحراء هضروا على الثروه ديال الخريبقه وشوفوا فين تتمشي. هضروا على الثروه السمكيه اللي في الشمال واين تذهب لا تستفيدون منها شيئا تستفيدون وانت تحدث على الله الوطن هناك لا ليس هناك فرق هناك ناس يعني عشان نقول تستفيد من ثروات الوطن بينما الشعب المغربي يعيش من الجوع والقهر وعرفتي شنو هو البطالات وكذا وكذا هذا الشيء هو اللي تعيشه. كلام الحق والحقيقة لا يتقبله المال فهمتي وتبدا يناتك بأمور يعني خارج يعني الواقع وهذه أنا شنو نقول لكم تنقول لكم انا كمغربي انا سأم بقضية الشعب الصحراوي وانا مع الشعب الصحراوي الى عرفتي شنو الشهاده باش نكون واضح الشهاده ماشي الموت الشهاده لاننا لا نموت فهمتيني باننا عرفتي شنو خصنا ندافعوا على الشعب الصحراوي ما خصوش يكونوا اعداء الشعب الصحراوي ما خصوش يكونوا اعداء البوليزاريو ما خصوش يكونوا اعداء لا للشعب الجزائري للنظام الجزائري بجوجنا خوت كاملين لانكم نتوما مظلومين في بلادكم الثروات ديالكم تتاخذها واحد النخبه فرنسيه فهمتي هي اللي تتربح من الثروات ديال البلاد كامله ما تتربحوا نتوما منها والو فهمتي. وهادشي هذا يعني تيحرج بعض الكلاب ديال النظام الخزاني تيحرجهم فاش نهضروا على المساله هذه كانه يعني يتم احراجهم امام الشعب المغربي فهمتي. وتيجي واحد تينبح عليا الصحراء المغربي واش ندير انا بهذا التعليق ديالك صراحه انت تقول الصحراء المغربيه وما عندك حتى عشاء الليل فهمتي وربما الاب ديالك كنحار في الصحراء فهمتي وعندك برلمان تياخذ 30000 درهم في الشهر يعني 3 المليون مغربيه ما عمر يعني حط رجلي حتى في قلميم فهمتيني وانت تضيع المستقبل ديالك وتجي تحدث لي على الوطن لا هناك فرق ما بين الوطن والسياده لا ليس هناك فرق باش تكون عبيد ليس هناك فرق. انا تنعرف بانهم تيبغوا على هذا اللايف هذا باش انه ما يزيدش في المشاهدات ديالو وكذا ولكن المهم انا ما تيهمنيش انا تيهمني هو رساله الموضوع لان المغاربه سواء كانوا امازيغ وكذا فهمتي خلينا مالك السياسه ديال عاصي انا احترمه يعني عاصي واعتبره مفكر فهمتي في الشان ديال الثقافه الامازيغ ولكن راه ماشي من حقكم تكونوا يعني اناني انكم تحاربوا الشعب الصحراوي فهمتي انا كامازيغ لن ولن احارب الشعب الصحراوي لانه بطل لانه مثال في التضحيه لانه مثال في الدفع بشهداء وكذا يعني قدم بزاف عرفتي شنو هي الشعب الصحراوي قدم للمغرب ما لم يقدمه ما لم تقدمه النخبة عرفتي منذ يعني الاستقلال او الاستقلال الصوري الى يومنا هذا والله الا اش نقول ما يقوم به الشعب الصحراوي حاليا وما قامت به جبهة البوليزاريو يخدم يعني في استقلال وحرية الشعب المغربي وهذه خذوها مني. انا نتمنى من الاجيال القادمة انها تفكر بواحد الفكر وتبني واحد العلاقة انسانية لا مع الشعب الصحراوي لانه خوتنا فهمتي في الانسانية لانه ماشي مغاربة هو ما تقولك ماشي مغاربة ما يمكنش تجي تفرض عليا انا
ما يمكنش تجي تفرض عليهم انت مغربي ديالك، لان الشعب الصحراوي ليس مغربي، هو شعب صحراوي، لان حتى لي دين ديالو حتى المواقف ديالو ما عندها شي علاقه بالمغرب. شوف دابا المواقف ديالو يعني في التضحيه وكذا ولا علاقه، الى يومنا هذا لازم يقدم شهداء ومعتقلين الى يومنا هذا، ولا زالت يعني بعض الامم تتكالب عليه. ولكن اؤمن انا راه ما تنوقفش مع الناس لانهم القوه ولا لانهم لا يبهرونني بذلك، ولكن تقول لكم بان استقلال ديال الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه اتي، فهمتي، غادي يجي وبزز منه. وتحيه سلطعونيه، وهذا ما كان الخوت. وشكرا على اللايف هذا، وشكرا على شنقول لكم شبكه القرقارات، وتحياتي للشعب الصحراوي البطل، يعني صمت اصمت ان هناك رجال معك، فهمتي، هناك رجال يدعمونك، لا في الناس اللي في العيون ولا في سمارة ولا في كذا، صبروا وناضلوا، فهمتي، هناك ناس معكم في القضيه هذه ديالكم، ولن نفتش ولن نتنازل على شبر حتى استقلال ديال الشعب الصحراوي. هادشي اللي كاين، وغادي تنقول انا من مغربي، فهمتي، لان يعني تنزيد يعني في شي يقولوا ليه التحدي، وانا تعجبني التحدي وتعجبني هاد اللعبه هذه، يعني احبها كثيرا، فهمتي، لانني انا الضمير ديالي مرتاح، فهمتي. وتحيه للشعب الصحراوي، وتهلاو في راسكم، ما تخليوش هذيك الحركه الصحراويه من اجل السلام. اول حاجه بغيت نهضر على هذه الحركه الصحراويه من اجل السلام، هذه حركه انشاتها المخابرات المغربيه، فهمتي، للتفرقه بين الشعب الصحراوي، فهمتي، باش تنشا واحد الشعب مريقي وواحد الشعب حر، وتولي تضرب بيناتهم، فهمتي. هاد الناس هادو لا ما تضموش ليهم، لانهم ناس خبثاء، فهمتي، يعيشون التفرقه، ولا هذوك الناس اللي تيجيو يعني تيجيبو من المناطق يعني اخرى وتيتحاربوا مع الامازيغ، وهادي بالنسبه انهم تيديروا بعض الرعي وكذا، بغاو بغا المخزن يدخلكم في هذه المعارك هذه. لا، خص الشعب الصحراوي، فهمتي، يكون ذكي سياسيا ويثق في القياده ديالو المتمثله في ابراهيم الغالي، يعني رئيس الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، يتشبت به ويتشبت بالقيادة ديالو ويتشبت بالمناضلين ديالو وكذا، وغادي يوصل ان شاء الله النتيجة، فهمتي، يعني مات راه هما تيحاولوا انهم يزيروا المسائل باش انها تخرج على سميتو، تيحاولوا انهم يضغطوا على الشعب الصحراوي باش انها تنفجر الاوضاع لا في تندوف لا في الصحراء الغربية وكذا. راه المسألة ماشي مادية اكثر ما هي يعني معنوية، لان يعني ارض الوطن لا يخلفها يعني لا مال ولا كذا، يعني قدمت شهداء، قدمت معتقلين وكذا، فتشبهتوا يعني بالقضية ديالكم، وانا هادي هي الرسالة ديالي لكم، وتحياتي لكم، وتنحبكم بزاف، وسلموا لي على خوتي اللي في تندوف ولا في العيون او في السمارة في المناطق المحتلة من طرف النظام المغربي المخزني الهلاك الحقير. المهم سلموا لي عليهم، وتحية سلطعونية، وشكرا لكم بزاف، فهمتي، راه ما كاين لا صحراء مغربيه لا والو، راه الناس هادو راه عايشين في الخيال دوزيم، يعني انستالاتيو شي حوايج لي هي لا علاقه لها. ونتمنى باش اننا انا تنقول لك راه سالتكم مع الظالم، ولكن ماشي سالتكم مع المظلوم، وانا نطلب بين الشعب الصحراوي شعب مظلوم، ماشي يظلموا النظام المخزن، كنظلموا جميع الامم، بعض الامم الاوروبيه تم يعني قامت يعني بظلم في حق هذا الشعب هذا، فهمتي، ما خصناش نساو هاد المسألة هادي، وخص الشعب الصحراوي والمواطنين ديالو تلاقى مني حتى أنا، أننا نبقاو يعني وافيين للقضية ديال التحرر، هذا هو المهم. تحية سلطعونية، وشكرا لكم بزاف على المتابعة ديال اللايف هادي، راه بدينا هضرنا على مسألة ديال التجسس، التجسس على الصحفيين وكذا، وكيفاش وهادي، ونتمنى من الإخوان أنهم يرجعوا اللايف يعني للوراء، ويسمعوا لهاد المعلومات هذه. وتحياتي لكم، وشكرا لكم، كان معكم ايتو شبيه لي من الدنمارك، شكرا.